انت عارف كويس ان انا مش خايف من الموت. انت اللي هتخسر. هتلبس نفسك جنايتين قتل تانيين غير بتوع الدكتوره ماجده. ماجده سعيد انا اسفه، انا ما اعرفش ايه اللي جابني هنا، بس انا اسفه، انا ما كانش قصدي ادخل يعني، ف انا همشي كاني ما جتش، كاني ما شفتش اي حاجه. اوكي انا ما شفتش حاجه، وكاني ما جتش، كاني ما فيش اي حاجه. انا اسفه، انا هسيبك وهمشي دلوقتي. ايه يا ماجده؟ ايه دي؟ معقوله خايفه مننا؟ ده انا سعيد يا ماجده. تعالي تعالي اقعدي عشان اشرح لك الموضوع. لا 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 يا سعيد، لا يا سعيد، انا ما شفتش حاجه. والله ما شفتش حاجه يا سعيد. سعيد سامحيني يا ماجده. مساء الخير. لو سمحت انا عندي بلاغ. لما البلاغ جالي باسم الدكتور سعيد الجمال ما رضيتش ابعت لك حد من الاسم، قلت اجي لك بنفسي عشان اعرف ايه اللي حصل بالظبط. انا كان عندي جلسه في العياده خلصتها وقعدت اقرا شويه في الحلقات التانيه اللي عندي تاني يوم وسمعت صرختها وجيت لقيتها. طبعا الباشا الهمام يسكت، لا ما يسكتش، لازم يحشر مناخيره في اللي يخصه واللي ما يخصوش. انت عارف انا عايز ايه؟ ملف مليكة. افتح لي بقى يلا الاوضه دي. محدش بيهرب من المكتوب مهما عمل. انت مثلا يا بشير، هو كان حد قال لك تكلم مليك عشان تنقذك وكون معاها ونيجي هنا وعالجك وتبقى زي الفل وبعد كده موتك. حضرتك الظابط مين كان قال له يقعد ينخبر ورايا؟ هو جه يشرف جنبك اهو. مين اللي جابه؟ المكتوب.